الانقاذ البطيئة نسبيا. أما العامل التركي محمد فيروي لمراسلنا في أربيل عثمان الشلش قصصا عن منزل العائلة وذكريات الطفولة التي دفنت كلها تحت ركام الزلزال. منذ فجر الاثنين وحتى الآن لا يصدق باسل العامل في أحد مطاعم مدينة أربيل والقادم من مدينة الشهباء حلب إن مدينته بات الكثير من مبانيها أثرا بعد عين نتيجة للزلزال المدمر الذي ضربها. باسل في أربيل لكن عقله وقلبه في الشمال السوري. بيت أهلي يعني طلعوا الحمد لله، بس البيت طب يعني وأهلي كانوا برات، وعندي بيت عمي يعني نزل عليهم البيت الحمد لله، طلعوا خمسة أربعة، طلعوا أربعة بس ضل واحد مفقود ما يعرفون عنه شيء. أما عائلة محمد التركي حتى الآن لا تصدق ما جرى، فالزلزال ضرب تركيا وسوريا لكن صداه هنا في أربيل. عائلتهم الكبيرة التي انهارت منازلها وحياتهم وذكرياتهم التي لن تعود، جميعها حديث لا يغيب عن ألسنتهم وملاطية مدينتهم لا تغيب عن عيونهم. ملاطية حاليا فيها الكثير من الثلوج والمنازل المنهارة، وهناك أقضية مهدومة ومنكوبة بالكامل، والناس لا زالوا تحت الأنقاض. أقاربنا يطالبون بمزيد من الدعم. يقطن إقليم كردستان نحو ربع مليون سوري ونحو 100,000 تركي، وفي مأساة الزلزال كان الكل سواسية. لا فرق بين كردي أو عربي أو تركي، فالجميع يعيش الحداد. على بعد 100 كيلومترات تنظر هذه العائلة التركية بذهول لما جرى في بلدهم ومدينتهم ملاطية التي نالت نصيبا من الدمار. ولا يختلف الوضع للشاب السوري الذي رحل عن حلب على أمل أن تعود إليه الحياة بعد الحرب، ولكنه لم يكن يتصور أن الموت يتربص بها. فقصص الناجين لا تختلف عن الراحلين. للشرقية نيوز عثمان الشلش أربيل. أطلقت مديرية الدفاع المدني العراقية في تمام الساعة 11 صباح الخميس صافرات الإنذار المبكر في بغداد والمحافظات. وقالت المديرية إن تشغيل الصفارات الخاصة بالإنذار المبكر في بغداد والمحافظات ولمرة واحدة جرى للتأكد من إجراءات السلامة. أيام إن شاء الله ما تعود، أيام الحرب والدمار إن شاء الله بردنا وسلامنا.